مامل كوغول كابنادر او هاكوساري وير كيلكا كادي هول كادو لدولت كونفرغ بسوماليا ودوميا غوغول كابنادر وندو غابلت كامودشا يكتر وحين ايد انكوحين لواتي لنجيسي هول كونفرغ بيت وني هاكاو دونان دكي كدم بيا لواتي سيتي وحان اديات رونتي ان امو جرينا درين كينا ان كحونا هي وحين شالا دعي وأنا أقول أن أنا هدف فيلينين أنا دعي كرايان حتى قرون كمركل الجوجو بلشي لحدا نكون وقفوضا هي كبدا ماشي سكوتي مادو دقا حتور يا عاقل صوت تور يو وحياه ويكاد دعي كران لكن مركل لقى صوب حكدب بس كي اي سارايان عيار تويدا ان مارك تي جيت كالوغو دك حيو وهالكاسي او لب كدعو filmin وانا kaxunahay waxaan idinla qaybsanaynaa xanuunka aad dareemaysiin ayaan idinla qaybsanaynaa waa fiicnaan leh idinka dad naga xaleeyay hortay waa idinla qaybsanaynaa xanuunkaas waa lay sheegay in dhaawac uu jiro dhaawacana allah bogsiyo laakiin كنت عياري بريان كسعودي استاديو مقدشو الدونكا يا صومالي ومالك استاي جوكتو تصالي تصالا صوى تصالا امني انوكجرو ودنك صوماليا الدونكو نرونتي اركتي صومالي اي كقبان اركتي كدوان اي كقاتان هذه أنت أصلاً كون أوقف وتي سوتي ماذا؟ أي دعوة نعيان؟ عيار سن نبضنا يكون بلابنا يسست نبضنا يكون دمانيس. وحياة يرروها وحياة أنا كان أكسون هاي أنا كان نوقع أيام رجيني نا إني نقط. لكن أنتي مركان مغلي and ساكي وان ويرني هذا أمنيك وأنا وراي سنني وأنا كوّد هذا اللي إني سأرنت أسأل على لابن وكوّد هذا اللي عن لا يهرر ولا له إن كافر قلبات أديله إذا هذا ببرشتة هذا مجال ده أنت كن هوا اللوغة ما بدنا مع إنك وحكد واجي عاصمة الصومالية مقدشو أيان أمسن النور إن جون لكن نقول لك حين يوم اليمين فرموا سحوا عاصمة الصومالية أسكاله مقالد مقدس واي سبب تاس أيانا كان تي إن اللي سوي ما ده سورة قل سنة إن قبلة الصومالية إن تي ما ده نكون عياران تاس أي سورة قل نيس مركز تاس إذا اللي يكون ربنا يكون اللي جسوا لجمع أقبل الدوانة هدي فضيت أو دعنا هدي إلى هذا إنه سند عنا رجينينا هدي إلى هذا هدو وارون واي مركز مقالد اللي اسكمر عيو إنه كتو دقح باللابو مثل لو كتب طور لوي ماي لكن واحد عنق اللي قبته لون عقابة قفك رجع باللابي قفك واحد باللابي إلا قبته لون عقابة يا لبهاية وعندنا هنا قرون جودي سوى قرى اللي مجلي كرو أنت أصلا آدي هذا وق بغيني هدي دتك قرية ستو ما بح بذا وتجودها جلان هدي حبت باللابي تين حبت كلا يدعي كريس تاس أيها كنتين لقى ممنوع وعين هذا الرماه أمنجة هي دتك عيارة أمنجة ذي إلا سوى marka koox reer koofur galbeed wixii dhacay waa ka xunahay waxaan filaynaa ma hadii ilaahay raado waxaan rajaynaynaa inay saarintaas soo laaban haday dhacdo cid wax geysato ama koofur galbeed uu geysato ama cid kale uu geysato ama galbeed uu ama banaadir uu geysato waxaan rabnaa qofkaas dadkaas inta la qabto in ciqaab ay maraan laakiin wax baan tuurayna waan iska cararayna markaasaan fakanayna wax la aqbali kara ma golo shicibka baarlamaanka Soomaaliya ee geedka la marsiyo akhrinta koowaad ee sharciga la dagaalanka burcadbadeedka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kulan shucaad ay baa ku weedhdana xarunta baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ee geedka ku doodaya hindi sharciyadka akhrinta koowaad ee sharciyadka reedan fiiriyo ka sharciga iyo waliba la dagaalanka burcadbadeedka karsedo ka afduubka diniga kala xidhibaanada iyo lan qaybiya hindu sharciyadka abuurkiya noocyada aynaga dhiraadbadeedka wayba meela hindu sharciyadka akhriyay
وزير كحجينكا وزارة عدالة دي قرصورك الصومالية وزير أحمد عبد الرحمن قدنا يا مروة ينحل بانا شرفت لي قدون كبادي سلامة يا وحمان تا قولا الشعب كي برلمان كتشمورية الفدرالك الصومالية هوريا اللا شرعي صوت ديارسي وزارة عدالة دي رما دستورك حكومة دا كاس او حرر اه كر لوغو قاضيو هنان كشقو شرعيات اهيدا الدولة دي گودهان یا گارهان های داغر سور که اوسیگار او تابانه شرعیگانه. شرعیگانه حکمی دیه حیران این مدت اهل سوگی او کمی ده شرعیه دو وزارت عدالت و وجود تو هوله و طبیعه دوله. شرعیگانه دگالن که برعد بده دیه کورتگ افدوب که و شرعی که کوبان تطبیع توان قطب و آن شرعی مرکی وجوه رئیسی لودیاریس ملح بنان و گاره سو کل من ایه فلدم بیه برعد بده دیه افدوب که. هدیه آن دیبو فیرنو تاریخ شرعیگانو حاضر و چری شرعیگا فدوب که و ها شرعیگا لامبر صدح لحی صدون ابرز صبح ابرز بیشی ابرز صدون که دیکون سجال بقولی دوات ریشنتی که سو احمد آدو کامن انت بدن نکوس ابسن فدوب که معنیه سیه برای عکورتگیس هدست شرعیگانو امید لفه فهی و لغو کردیه قطب بدن و لغو مرمان و لدگالن که فدوب که یه برد بدن شده شرعی نوته المامید دی نظامیت دنبیه دل حیر رب العبده دا یا فدوب که یا حکم که کرد لانه یه فل دنبیه دی داس لوگی استداد که دیار ده هم مراکب تی دومای سه گوشه حدود بلده سوماری کو عالمیه. قارکو می دهیم دوباره دوباره بانک سومالی یک تضادی هندی شرعیت کن مهم دوستی لیا. یا بر عبده دا بر عبده دو حاهان ایری کو بده نه سنت کشو وایا کو بده نه محاکلومی است. تذین افدو باهی او کوچرانای و دوین کود شرعیان سومالی مسوس سمین و حالا نالگسوس سمی سید آسان برلمان کی خور لوعی مرت جواب تاسان روایت که به حس دیبا توین کان آن شاین بدنا ماذا بسین و آن قبایل ایسان شرعیان یو کان آمریکا ایسان ایسان بسین. وسیر که وحی و دینی یه حقا وحی مدا شرعی و اینو عاد و گونه اون خدای بر حد بدیه ده. لکن بر حد بدیه ده. النجا قلنا إن برحات بطيسينا يسوق بده ندي بوب يسوق قادنا يسوق عاد هنا بوق وهل لين بعد مدة إن محان وقت يارسون وسير حدي دتك بده ندي شريفي كلو ما شتده ندي لايي إن حد جود بكحن كهية محان أود ولا النهاي محان كقبان كرنا محان كييلي كرنا محا يعني يانا على شقينا يا انت اسان ربا انان قد ويديو عرفي عن الوقع حماشان ان ايتا قبل كستا ايسان اهين قبل كبنادر مارقا قبل كالوقع ده كتا الله مدى كالاو حلبان ندا اي موجيان وكميديا اي جيسو دن بيدا لحيري راف دوبكا قبب كستشان اي طبناد وارون وحاسو قلا اي وزار دامني قوكالي كاس ماشان وحاو قران دن بيدا لحيري راف دوبكا شرقي عند أختي سلوب من نوعه وحكم إذا أفضوب كعروته وأنا هي إنه شرقي عروته يحقوق ذو ذا كجناع سجاجير كي يحبناها كفائدة سجاجين بنك الجنس جا هي عسكرين تعروته يو كشقي سجود ذا مركا أنت سوق ذا وحاسوق لك كرا وزارة كله يوجدية كله مركا وحنجالان لها إن لجر يبو أفرتان قذب أو لحرير تقذب كشنيد تبنات oo ay ku ekaadaan la dagaalanka burcadbadeedka iyo eridaas gabagabadii ay baa kulankan ha gabagabeeyay gudoomiyaha golaha shicibka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Mudoobe maadaama akhriyada koowaad ahayday oo wasiirkana ka jawaabay babaadii guudna la weydiyay marka xogeyx waxa laga rabaa in lagu wareejiyo gudiga cadaaladda iyo arimaha diinta arimaha garsoorka ayaa iska leh gudigaas lagu wareejiyo وحاضرت داسا لغا تحديرو والاليال دادك مقان هلبانا دوحان اقباغنا هنا يمادان والاقو حساب تميا دادك ايمانا هين سيد احساسو بها ليمان دو سيشرا فركاسا افرمو هذه هذا امبا سنتين فرق ايمان تو اينو حرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عميشا إبراهيم ورتال كارلادي مغدشو شعب كابلتكا مغدشو نصيب داروين كتل مامي وانا سي ادغن انباري ويركي لكا قادي حلقا عيارتو يدكم فرق البيت أنا بعات صيني في ريال. في ريال كنا يوالي بس عضاية ترتنك بلونا ضلقتها مع بالقبلة دي ذا يو قبل كبنادر على إيه هايتي مركي حلقة كوفر قلب سوماليا يلا كوارري يكو بس هاريين أو سيجدا إذا شكرت مركي يو كقول دريسدا
kulankii iyo markaasay la dheelayeen maamulka ee Galmudug dhacdadan iyo ah markii iyo hanaga tii marlamaad laamaha amaanka ah ee adda iyo ka gaabiyeen masuuliyadii ka saarnaayeen in iyo ilaaliyan xululka baloonada lugta ee maamul goboleed iyo gobolka Banaadir shacabka ka dhaqan bareedka Muqdisho ayaa arintaasay walka waydiin raayis shoka eedan waana iyo koona ninka hadaleen fur galbeedna ee go'aanka ku deeri doonta madaxweynaha koonfur galbeed asiguna ma sheegane inuu isku hadalo arintu mar walba ka dhiyahay dowladjay dadkan asigu mas'uul ku yahay in mar walba gobolka Banaadir la ka dhibaatay una ma aragane arin oo gafni ah oo mas'uuliyadeena ma qaado doona cid walba oo nahay oo dowladda federaalka haatoy cid walba ee mas'uuliyadii amnigana ma kala hisaabta maana walaalkiis dilay ma jiro taageerash koonfur galbeed waa dad marti dhiig leh taageerayay ciyaartoyda laa dhaliil waay dhaliil waxa waa ceeb aan la qarina wax dileen taageerayaasha ciyaartoyda koonfur galbeed waa taageerayaasha Galmudug hore u sheegay intaysan ciyaarta bilaabin inay dil doonaan ama 10 ugu badinaa ama ay dil doonaan waxaas wax cad waay eed ayaa loo raadin intaas inay taageerayaasha Galmudug ay dilaan ciyaartoyda qaranka koonfur galbeed horta mar koobaad waxaan ka xunnahay runtii ciyaarta Soomaaliya oo isdhexgalka bulshada ah in maaragta uu dhib ka dhaco cid kasta ha gaaro cid kasta ha geysato sababtii iyo ciddii geysatay kule wax kale laakiin waa ka xun arrintaas inay dhacdo midna waa sida wax u dhaceen midna waa ciddii geysatay horta anoo u soo laaban doonaa ciddii geysatay iyo aqliyadeeda waxay ku aadan marka koobaad waxaan leeyahay horta ciyaarta in la caadifadeeyo oo si loogu talagalay si ka badan loo isticmaalo wax sax ma ahan waxaan runtii rabaa inaan bilaabo dhaliisha meesha ay ka imaanaysaa shacab kaliya ma ahan ciyaaruhu marka ay dhacaan hadda aniga waxaan arkayay taliye shub oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo kooxdiisa la dardaarmay oo kula waddanka idinka iska leh waddankan waddan la wada leeyahay weeye cid gooniya ma leh marka caadifadu siyaasiyiinta kasoo bilaabataa siyaasiyiinta bulshada matasha hadday xildhibaan yihiin iyo hadday taliye yihiin taliye ciidan yihiin iyo hadday maaragtay wasiir yihiinba inay bulshada u sinaato kana shaqeeyaan runtii in laga dhigo ciyaaraha kuwa dadku ay ka faa'iidaan isdhexgal bulshada isjacayl ee aan laga dhigin kuwa maaragtay caadifad iyo adaa meeshaan leh iyo waa lagaa badan yahay iyo qofka hadduu guriga kala yimaado runtii marka hore in la dardaaran xun hadduu kala yimaado dagaalku wuu imaanayaa marka koo horta marka koowaad siyaasiyiinta iyo dadka matalo mas-uuliyiinta ah ha ka shaqeeyaan dadka inay isjecleysiyaan ana muxidiin anaba caato telefishinka arlaadi muqdisho guddoomiyaha golaha shicibka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur mudow oo degnin aadagan diri xadhawaanadan haadiraana kulamada golo shicibka guddoomiyaha golo baarlamaanka soomaaliya wacad ka maray in beesada ka jaro doona xadhawaanada idaaysiday in yahay haadirna fadhiyada golo shicibka ee baarlamaanka soomaaliya waad maqlaysiin koorumka waxaa la yiri ayada waxaa la joogay shan saacay bar 139 hal qof hadduu dhanaa lahaa koorum lama heli lahayn 275 xildhibaan inaan ka weyno 400 dadka fasaxa ku maqan daariyada ay leeyihiin oo la og yahay xildhibaanadana qaarna subax kasta 3 saac inay soo fadhiistaan aniguna 5 saac bar markii la gaaro koorum weyno la kala tago amba maaradaysa dirqi ah hadda saakayda wasaaraha aniga irka u diraayo waxaan idhi wasiirada noo soo dir koorum ma haysana walaalayaal arrintaas xaq darro weyn baa ku jira xildhibaanada ummaddii soo doortay oo shaqadii loo igniday oo shaqadooda diidan iyo dadkii shaqadii subax soo fadhiisanayo in maalinta isku xuquuq inay ahaadaan oo waxna la isweydiinin annaga saan u lahayn xildhibaanada hoogaha tixgeliya marka waxay noqonaysaa in anigu naftarkaana waajibkaana gudan weyno oo marka saasa loo fasiri doonaa markii dambe saasay noqonaysaa si maaragtay arrintaas u dhicin xildhibaankan shaqadiisa diyaar ku ahayn ee labaanada shaqadooda diyaar ku ah si loo kala ogaado maanta ajendeena waan horyaala waa ujeediin waxaan rabaa intaan jendaa la ansixin ka hor inaan idin soo gudbino in maaragtay magacyada xildhibaanada maqan iyo labaanada jooga la yeeriyo marka dadka qaar kalfadhigan dhan kilfadhigii labaatan iyo siddeed kalfadhigii saddexaad oo dhan ma imaanin labaanada qaarkood fasaxana kuma maqna mana xanuunsana shaqana kuma maqna xildhibaana la sii yahay walaalayaal arrintaas shaqadana tortaalo dalkeen oo maanta meeshii u marahay la og yahay
او باهن حلبان او شقيه امدد مثل حقوق ديو شعب كاس مارتي سو ديو يعني او شقيه انو او دارني ان اسك كلمة انا دو دلحيسي ميلا اسك جيرو العقد ايو ايسو دعيسا مها اني اسك كربا اني نغطو ولا ليالو لغو مشاقين كرو مارتي اذن كورها نئة اجنتها مارتي وانو عن سحين ايسين لكن وحن كخور مارين اينا حلبان اذن مقيدو اينا يجيلو حلبان كستن بش مركي دماتو قل كيس بكش دي سنسين اينا حتك دي تاس اغادة ولا ليال اينا قادو ماتسن مارتا اجنتها اني قدو كاسن كسو كربيني او لعان لهين مرك أجندة هتو وقلينا وحال مارتي من أبي سنين إن ساكي وح كسر نوقم هم سنتهاي إن حلبان هذا دك شغلة ديار قوة يقوى أن شغلة ديار قوة هاي إن أنت كل أجانو أنت هوس اللي بتقولين حلبان الشرف اللي تاسع إذا سوي جدينا إذا قعدوا ما تسن مرك هذه آه قعدوا ما سنتين أجندة وسديسي أجندة وانو مرك نوع ما تو وحكي قاري كنا قلينا لكن waxaan ku hormarayna magacyadiskan ku hormarayna ila walada ajinta oo saasan soo jeedin inoo aan saxiya idan faadu maatan okay aadad ma santiin ee aawe abroore ila walada magacyadooda deerinaysiin qofkii fasax ah fasax shaqo hebel fasax shaqo qofkii fasax jir caafimaad ah fasax caafimaad hebel waa xabsan shaqo kuma qana fasaxna ma qabo hebel waa jooga saasan ramna walaalada idan faadu maatan saasan shirkan nooga furiyo qaramada midowga war ha ku saartay weerarkii shalay ka dhiga nawaaxiga garoonka diyaaradda aadan cad ee buladka muqdisho awestumo iyo feeriye hoggaamiyaha guud ee qaramada midowga ee isku kaluulan anbaaray weerarkii shalay ku dhiga nawaaxiga garoonka diyaaradda aadan cad ee buladka muqdisho kaasoo sababay amuushada askari ka tirsan ciidamada uganda ee ilaalada ku haya harunta qaramada midowga antonio guterres ayaa uu sahoosi in weerarada ku dhinay shaqaalaha qaramada midowga إدس ميالكا يو ممنوع إيهن شرعيغا آلاميغا يو ممنوع كوهن شرعيغا آلاميغا وكيغا قودة كرامدا ميدوغا والي وسس بوتا عموجة إغرب استاغوكا تاغيروكا بوتا يو كرامدا ميدوغا يو انها يان دولد داي شيبكا سوماليهد هل جانكا يو كل جران أرغيغا سدا وانا يو هدي بانهاقي جيان سدا إيه كرامدا ميدوغا انكو قوهن تي إن يو كتاغيران سواتكو كو إيدن ودن حسلون أمان يو برواغا يو ساري بيان وساساري ستيفن تودريك او اي افايانكا اكو تارس بيانكا اكو باهي غرمدا مدووي يو ساكا ايدي إلا شالاي نواهيكا غرونك دياردو بلدكا مقدشو ويرر كدي لكديريكو كوميدا إلا لدى حرونتا غرمدا مدووي وانو سندال دي دالكو غاندا غرمدا مدووي نياكا شاك دي ويرر كنج نيو سيهيكا ييدنكو ولا سنتا وانا ايه حناناكا تبار ترمامات سدوكا شاكالو جي tan iyo ka sheeg dinii Soomaaliya wali amni jeen hayna kaliska la ay kora maalum kora ay timir ki diyaarada iyo la dareerayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobe iyo angala gal kooxda la shabaab oo istimo wurtel karlaadi muqdisho gudoomiyaga maridii ee golo shacabka maxamed sheekh ismaan jawaari oo xeer ilaalinta Soomaaliya aan ka baaq in ya warqad qabashan diran hoggaamiyaga Soomaaliland gudoomiyaga maridii ee golo shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa si aad u gudubahi heliski safgaradka ee dhexmaray Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya professor Jawaare ayaa xeer ilaalinta Soomaaliya ka eedsaday in ay warqad haqowdo ay qoray Muuse Bihi Cabdi muwaadin kasta laakiin ka bilaaw madaxweynaha hadii oo marta coach binaala qaanunka waxa la xeerka xeerka iqaab Soomaaliyeed wuxuu qorayaa qof alla qofki gobnimada Soomaaliya qayb kamid ah ama kulligeeda hooska iyo dawlad kale oo sawiraan oo ajnabi ah waxa khiyaamo qaran la yiraahdo يا مقرنا حكم كذا حوالي دل هذا نك اللي رأوا أو به إن الحلا موسى به وحاء أو سمي وبرير ما بقى صونه وها بس هي حب كلها استوى كفانو هاي مركز محن وقع حبون هلا لي أقول محن قبنيا محبون تاني مرت السمي مرت سيلو أقولها هاي ما دم يسكين محكمة نلقيه كنت أسكن يعني أسوي مقرنا حتى ولا حكم كرا مر الله مر كميشي لك هلا كسوق قبنيا وأسوي مالي مواطن صومالي دو مركا لفت كودو حلو بنعاس تلا حتى ان تلاو لا قاد يعني ان اول با شر حد وحا اجينا هل تلاو او اي قادي برباك وحا اجينا الحكومه دي اني قادي مد كره كسوك مخو قادي يعني سد دي او هي ادود او حوش بعد الى نيسي ارمى حكومه نمر اي كميت هاي مركا ان وا في انت ان لا دقدقين ان هدي ود هذا لو دمين كر لحظه لا دمهي اني وحا كو كسون الشعب الصومالي لاند
إن أرنتان عن أقدام بين أو أسرة تلعبين وقاعدة وقاعدة رالي كما أولا أحسوا مالي ذات شعبي كيدا مركا تا وحاويان إن إغتراء إن ألا دقدقين مسكح شير لسميه ما هنشير دها مسكح شير دها لسميه محا نوغا حبون إسيدان تلعبين وقاعدنا سيدي كسورة قليسة إن أرنتين عن دفاع عنه دفاع عنك إنك رح باعدك لبناك إيماني سمجرته قولوا تودان الشرفت له ولي ويبان والدر التناور كي همينيت او ارتال كارلاذي اخبالات كابنان كانوا ديرها انا ويباكو من دها اسرائيل اللواتية فرساد قداشو كدلي بقائس الدنقة تان ويباك لكان تاتردو قود فلسطينين تلدلي تان اتو دي اكتوبر الا لواتيس دحكم سياد بقلا فرتيس دقفود او يشاكتي وزارة عافمات كي فلسطين ويردين دم بيسا ساتو ويبا كدا وعميس الدبق لطميل لما قفو فلسطينيين هانا سيتو قربة دانية كميد ديين بربور كاما يون أبودنا إن لحلان سمت بحيار سادش يشاكتي وزارة دا تان إيو سو ماركي بلاو دي دقالكا لحدون كم سدبق لطمي اتو قف فلسطينيين يال كدا وعي ويرد إسرائيل يدو كمنان قف يال لحانو سنين أما لجرينين لغاه لوك يو ولي بادا وعي كرون نوليو والك بدلي قول تودان شرفتنا ويبا ميلاه كاف مرانا قوتان وركي همينا ما ورتال كارلادي وركالا ميشاسي لدير السياسي أو السياسي ساركو كاسبتان تنسكوين السياسي مان الله